عندنا باب هو أخطر من باب الرياء. أنا بقول لك تا ده غير تيمار بابر بقول وشول رياء ده نيل قرص نب قلود عن ده خرقون اشتراك بقول. وهو أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. أو نمني دكان بقول دكان آدم أقرت كيشتر منن بقول دنيا نو ينسى عندك بقول دنيا غلق عندك. كيف؟ بقول عندك إيش؟ مثلا الآن أيام الاختبارات. مثلا يلي سير عذر إكزامين قدر بوسو مثلا. أو مثلا هذا خطب امرأة. مثلا بالانشا بير قز قادقين جوش وول تش برده. ماذا يصنع؟ علم نغلط. تجد يصلي يقرأ قرآن لا يسب لا يشرب دخان لا يصنع شيء. على بس قرسون على دين وشون ده وقت بلوت خنا منيل نماز وقف باشتايت على تميك تشك بير غلط نماز وقف بيكم وقفني وهم لوش تدي. حتى تخرج نتيجة الاختبار أو يوافق على الزواج ثم يترك الصلاة يترك كل شيء. إيه منين عندك جاكش وقال ده؟ وشو الإكزامين ده جاكش نتيجة عالطرق شو جاوب وشو شو يلون عندك جاكش وشو نتيجة قديت شو نيو عندك يبول دم نه وشو ده شو طيب كيف نعرف أن هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ إيه مين بس من ده وشو ده؟ بس خايت بيلو بس من ده بالانش هذا بول دنيا شو نلا غلوات جاوب وشو جاي باش خال مقصد ده. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا الضابط. لا عندك طاي ترغان من بيلو ترغان ديرجة عندي أقا بيرنسة بيرلسة على راز ولد إيجير ده بيرل بيقطع موسى على أشولنا خاردنا هذا إمام مسجد مثلا بلانشا مسجد الإمام يأخذ مكافأة على الإمام وش إمام بلغون دهنا بيزنا بير عيل غلط أخش أخش غلط قالوا هذا الشهر لا يوجد مكافأة أقا إت منا بول عيدا بولد سقا عيل خطيت إذا ترك الإمام هذا معناه إيش إيجير ده الإمام ده خطوش ولا سيف بتاخش تبقى يسوي منيكن ما نسيم ندمك ميك أني أصلي إمام بالناس من أجل المال دميك على جندلي أدم درجة نماز ده أخشى وشون له بايل وشون له من يوتات إمام بلوتات نعم هذا طالب في الجامعة مثلا باش خبره ونيرسيتة يلي بالطرد يلي بالطرد يعطوه مكافأة أغا مثلا يوزنون سبينجا قريت أغا سبينجا إذا وقف عن المكافأة ترك طلب العلم إذا هذا معناها أنه يريد الدنيا بعمل الآخر. إذا دا أوصل يلي مال شريعة يلي من ألغان، مثلا سبينجا قل بيا قصة تاش تاب سلقا موسى، دمك من ماين سمنة، على دكان أوصل يلي مال موسى دكان على دني دنيا يشون لك يعني بايلك يشون لا يكون غضبك ورضاك لأجل الدنيا، لابد أن يكون الغضب والرضا لأجل الله. سنين عاشوا لانغان، جوال موسى راز ولغان بير اللي جلس الله يشون بوش كريك الله يشون. Bir kanda bir dünyanın bayrakları için anda hiç kaçan da sen aç olan çıkardan bak. Ante tenzur el an el muzaharat kulla min ajl el dünya leysa min ajl el ahir. Misal hazır istedir görüp durasınlar misal onda mitinglerge çıkı yoruşuna revolüsyonlar oluyor. Ne oldu? Bunun bari dünya için bir dünyanın bir arzama bir bayrakları için. Akret için mesela.